الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله حق التقوى. موضوع خطبة اليوم إن شاء الله تعالى حول بعض الأخطاء التي نرتكبها في الصلاة. وكما تعلمون أن الصلاة عمود الدين، قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة. وإقامتها وأداؤها كما أمر الله تعالى وكما علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن أواخر وصاياه صلى الله عليه وسلم لأمته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. بل إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. الصلاة أول الأعمال يحاسب عليها المرء هي الصلاة. فإن صلحت قد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وفي رواية: فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. هذه الصلاة هي الهدية التي نتقرب بها إلى ملك الملوك، إلى رب السماوات والأرض. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. فاعرف نفسك يا عبد الله، احذر أن تلقى الله جل وعلا ولا قدر للإسلام عندك، فإن قدر الإسلام في قلبك على قدر الصلاة في قلبك. هذه الصلاة هي صلاة بين العبد، هي صلة بين العبد وربه. من عظمة الدين الإسلام أنه جاء لنا بطرق تصلنا بالله. يقف أحدنا يكبر تكبيرة، تكبيرة الإحرام، فيدخل في صلة خاصة مع ربه جل وعلا، يناجي ربه مباشرة ويكلمه تكليما، والله من فضله ينصر وجهه لوجه عبده، ويقبل على العبد، ويكون قريبا منه في سجوده. حالة مخصوصة وتشريف عظيم، وجو مهيئ من رب كريم، وصلة رائعة تصل المسلم بربه، وأعطانا الأجر العظيم الخمس بخمسين. الخمس بخمسين فرضت في بداية 50 صرف، والله تعالى خفف عنا لكن ترك الأجر. 5 صلوات بأجر 50 صلاة، وهو الواسع واسع الفضل والعطاء سبحانه وتعالى. ومما يحز في النفس ما أن المسلم في أموره الدنيوية يكون حاذقا ذكيا لا يشمت، ويبحث عن أسباب الربح في كل مشروع، ويسأل عن جميع الطرق الموصلة لنجاح مشروعه، سواء كان مشروعا ماديا أو معنويا.
لا يحرك ساكنا إلا إذا حركه بعلم ومعرفة من أصحاب التخصص. لكن عمر الدين للأسف الشديد لا يكلف نفسه شيئا، لا يسأل عن أمور دينه، لا يسأل عن صلاته، لا يسأل عن ركوعه، عن سجوده، عن كل أمر من أمور دينه لا يسأل، علما بأن السؤال لا يكلفه شيئا، فالسؤال مجاني والجواب مجاني. هذا من ابتعاد المسلمين عن دينهم للأسف الشديد. ولهذا ترى الرجل يصلي ويحافظ على صلاته حتى إنك لتعده من السلف الصالح، لكن صلاته كلها أخطاء وكلها عفوات. وأيها العبد لست معذورا، لست معذورا لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لست معذورا لأنك تسأل عن أمورك الدنيوية ولا تريد أن تسأل عن أمورك الدينية. أخطاء كثيرة في الحقيقة لو أردنا أن نسردها سردا وأن نعدها عدا لطلب الأمر منا جمعات. وأنا أتساءل كم بقي للعبد من صلاة؟ إذا كانت صلاتنا بهذا الحجم وهذا الكم الهائل من الأخطاء فكم بقي من صلاتنا؟ نسأل الله تعالى أن يرحم تقصيرنا وأن لا يؤاخذنا إذا نسينا أو أخطأنا. وسنتعرض لبعض الأخطاء التي يقع فيها المصلي سائلين الله جل وعلا أن يلهمنا الصلاة وأن يوفقنا لتصحيح أخطائنا. من بين الأخطاء التي تقع في المسجد وأن بعض الناس عفى الله عنهم يصلي منفردا، لا يدخل في الصف لا لشيء إلا أنه لا يريد أن يدخل في الصف. يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ادخل في الصف إلا إذا كان هناك مانع من مرض يمنعك من الدخول في الصف. وإن استطعت أن تصلي على كرسي أو شيء في الصف فهذا أفضل. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هذه الأولى. أما الثانية، هناك من الناس من يصلي في مكان واحد، وهذا فيه نهي من رسول الله: بل عليك أن تصلي في كل بقاع المسجد، وأن لا تخصص لنفسك مكانا واحد حتى لا تقع في رياء ويقال بأن فلان لا يترك المكان الفلاني. بل عليك أن تصلي في كل بقاع المسجد، لعل هذه البقاع تشهد لك غدا أمام الله. في كل منطقة وبقعة في المسجد صلي فيها ولا تجعل لك مكانا خاصا. جاء في الحديث نهى عن تخصيص مكان للصلاة في المسجد لا يصلي إلا فيه، وهو المقصود بحديث: وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. فالبعير يجلس في مكان خاص لا يتحول عنه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نتشبه بالبعير في هذه المسألة. مسألة أخرى تتعلق بسد الفرج، قد يكون الصف منقطعا وترى الناس لا يريدون إتمام الصفوف. إذا وجدت فخة أو فوجة في الصف فأسرع إليها. يقول ابن عمر رضي الله عنه: ما من خطوة أعظم أجرا من
خطوة مشى رجل إلى فرجة في الصف فسدها. وفي لفظ آخر عن رضي الله عنه: من سد فرجة في الصف غفر الله له. إذن لا نترك الصف، يعني هكذا فيه فرج ونعود إلى الله، لا بد أن نسد الصف الأول ثم الصف الذي يليه ثم الصف الذي يليه وهكذا. وصل الصفوف هذه مشكلة أيضا، ترى صفا لم ينتهي، وهناك من يصلي حتى إنك تجد الصفوف، تجد في المسجد صفوفا متقطعة. لا نبدأ في الصف الثاني حتى نصل الصف الأول، يقول صلى الله عليه وسلم: أقيم الصفوف. ووصف صفوفنا كصفوف الملائكة. أقيم الصفوف وحاز بين المناكب وسد الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تضعوا فرجات للشيطان. ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. يعني هذا دعاء، دعاء لك وعليك. من وصل صفا وصله الله برحمته، وصله الله ببركته، هناك محذوف قدر أنت كيف ما شئت. وصله الله بنعمته، وصله الله برحمته. ومن قطع صفا قطعه الله. من الأخطاء التي يقع فيها المسلمون الاستهانة بالصف الأول. ينبغي أن نعلم أن الصف الأول له فضل عظيم، إلى درجة لو كنا ندرك معنى قيمة الصف الأول لاستهمنا، لأن استهمنا ببلعي عن الصف، لأن الجميع يريد الصف الأول. لكن لما ضعف هذا الأمر في قلوب المسلمين صاروا يتركون الصف الأول ويصلون في الصفوف الآخرة، إلا إذا لم يجد بدا من الصلاة في الصف الأول حين ذاك يتقدم. وإلا في الأصل ينبغي أن نتسابق وأن نحرص كلنا على الصف الأول حتى لا يفوتنا أجر الصف الأول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني أن ترد ما يقول المؤذن وأن تدعو بعد النداء، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهيم عليه لاستهاموا، يعني أن يقوموا بالطاعة حول الصف من يصلي فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يلين منكم أولي الأحلام والنهى، بمعنى أن الذين يحرصون على الصف الأول هم أولي الأحلام والنهى، أولي العلم وأولي العقل، هؤلاء هم الذين ينبغي أن يكونوا في الصف الأول حتى إذا أخطأ الإمام فتح عليه واستفتح عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المتقدمة، أتضيع هذا الدعاء من الملائكة لك؟ أتضيع هذه الصلاة فتدخل متأخرا؟ وفي حديث: ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. أترضى أن تكون من هؤلاء؟ ما يمنعك أن تأتي باكرا إلى المسجد وأن تحوز فضل الصف الأول؟ في هذا ينبغي أن نتنافس، فأول صفوف الرجال خيرها، وشر صفوف النساء أولها، وشر صفوف الرجال آخرها، وخير صفوف النساء آخرها.
إياك أخي المسلم أن تضيع نفسك. من الأخطاء التي تقع في الصلاة هو المرور أمام المصلي. إذا كان الشخص يصلي فلا تمر من أمامه، هذا نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتنب أن تمر من أمامه. هذا بالنسبة للشخص، أما بالنسبة للمصلي فالأصل أن تضع أمامك سترة. هذا أمر يشترك فيه المصلي والمرأة. أنت أيها المصلي عليك أن تضع أمامك سترة، أو أن تقترب من الجدار، أو أن تقترب من الساية، حتى تضع مانعا وحاجزا لمن يمر أمامك. يقول قائل قد أصلي وأنا وحدي، يعني ليس هناك أحد في المسجد ولا في البيت. نقول لك إن محمد بن عبد الله وهو أفضل مني ومنك، أتى الشيطان ليفسد صلاته. هذا رسول الله، أتى الشيطان ليفسد صلاته ليمر من أمامه، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بعنقه. لهذا إذا وضعت السترة أمامك لن يمر أمامك أحد، لا من الإنس ولا من الجن. قد ترى الإنس لكنك لا ترى الجن، لا ترى الشياطين. إذن فهذه السترة هي مانع وحاجز لكل من يريد أن يمر أمامك. وإذا أراد أن يمر، يعني وضعت السترة وأراد أن يمر من أمامك شخص، فأشي إليه أن يتوقف وأن يعود من خلف، أو يمكنك أن تمشي إلى الأمام وتدعه يمر من وراء ظهرك. هذا في غياب الإمام. أما إذا كان الإمام في المحراب فإمامك سترة، يعني لو مر أمامك شخص وأنت في الصلاة لا يقطع صلاتك ولا يفسد صلاتك، لأن عندك الإمام سترة. ينبغي أن نعي هذه الأمور. اللهم فقهنا في ديننا، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى. من الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين أنهم يتركون عاتقهم، هذا هو العاتق من هنا إلى هنا، مكشوفا وعريانا، هكذا يصلون. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس منه على عاتقه شيء، يعني هذه المنطقة عالية، أو يلبس مثلا هذا اللباس الذي يغطي هنا فقط وعاتقه عالي. هذا منهي عنه. هنا كثير من الشباب يقعون في هذا المحظور. ينبغي أن تغطي عاتقك حتى وإن كنت في الإحرام وجاءت الصلاة، ينبغي أن تغطي عاتقك حين كنت محيما. هذه من البدع التي يقع في الرجال، أنهم يصلون وكتفهم عالي. لا، ينبغي أن يغطي كتفه أثناء الصلاة. لا ينبغي لك أن تصلي ولو كنت وحدك في بيتك بهذا الشكل، لأن الله جل وعلا أحق أن يستحي منك. ينبغي أن تستحي من ربك وأن تغطي عاتقك. مسألة أخرى هي الصلاة في السروال والصلاة في السراويل، أو ما يسمى بالبنطلون. هذا السروال آفته أنه يحجم العورة،
يعطيها الشكل الحقيقي. والمصلي يفترض عليه أبعد ما يكون أن يعصي الله وهو ساجد. لا بد أن تكون في سجودك لله في وضعية جميلة. فطاء اليتين مجسمتين، يعني جهاده التناسي يجطراه مجسما نظرا لضيق السواد. فكيف يصلي الإنسان هكذا ويقف أمام رب العالمين؟ اجعل لك توبة تستر به بدنك، سواء في الصلاة العادية أو في صلاة الجمعة أو في صلاة النوافل، أن تستر نفسك أمام خالقك. نهى صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء، هذا نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هناك من العلماء من ذهب بأن الصلاة في الثوب الضيق الذي يصف قد تبطل الصلاة، قد تبطل الصلاة. فكيف حال شبابنا اليوم؟ يعني نحن نتكلم على السروال الضيق، فكيف بمن يصلي وسرواله ساقط؟ مصيبة. يعني سرواله نازل حتى انك ترى الطبال، يعني السري الصغير الذي يكون تحت السروال يظهر. اي لباس هذا يا معشر الشباب؟ هذا لباس الكفار الذين لا يؤمنون بالله ربا، هم معذورون لانهم كفار. انت مسلم من امة محمد، لا يليق بك ان تتبع الكفار. كان سلفنا وانتم تعرفون هذا، اذا لم يكن للرجل حجاب يعتبر مذلة في حقه. لما كنت اقصر يتعرض للسخرية والاستهزاء، فكيف حال السلف، حال شبابنا اليوم؟ طاق الحجاب الجلدي، وبعد ذلك طاق حتى الحزام الذي يكون مع السواد، فطار الواحد منهم سقط سواد. شيء يحز في القلب أن شبابا يتبعون هؤلاء الكفار في أزيائهم وفي لباسهم وفي طريقة حلق رؤوسهم. تقف بين يدي ربك وأنت تعمل القزع، أي صلاة هذه؟ والله إننا نحن في زمن المتناقضات. ترى الشاب فيعجبك وتفرح لقدومه إلى المسجد، لكن عندما ترى سواله ساقط للأسف الشديد وطأ وقد وضع هنا عوفا كعوف الديك تتألم. لا يليق بك أيها الشاب المسلم أن تتبع هؤلاء الأنجاس. بل الغريب أن الواحد منهم لما يدخل في الإسلام والله ما يلبس هذا اللباس. قلدوا من يدخلون في الإسلام ولا تقلدوا هؤلاء الذين لا علاقة لهم بالإسلام. لا لوم عليهم لأنهم كفار أصلا، وتلك تربيتهم وذلك لباسهم. اللوم على أبنائنا، اللوم على شبابنا. نسأل الله جل وعلا أن يهديهم الطريق المستقيم. نكتفي بهذا القدر ونتابع ما تبقى في الجمعة المقبلة، سائلين الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم صحح صلاتنا،
اللهم صحح صلاتنا وارحم تقصيرنا واغفر ذنوبنا. اللهم اغفر تقصيرنا. اللهم اغفر تفريطنا. اللهم وفقني لاتباع هدي نبيك. اللهم اجعل اعمالنا خالصه لوجهك واجعلها على طريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر من قلت طهره بلادك جلاله ملك محمد السادس، واحفظه في ولي عهده المولى الحسن، وشد عرضه باخيه المولى الرشيد. اللهم اره الحق حقا وارزقه اتباعه، واره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم اجمع كلمه المسلمين ووحد صفوفهم والف بين قلوبهم. اللهم ارحم المستضعفين في كل مكان. اللهم ارحم المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا في غزه. اللهم انصر اخواننا في غزه. اللهم انصر اخواننا في غزه. اللهم قل لهم ولا تقل عليهم. اللهم قل لهم ولا تقل عليهم. اللهم ايدهم بجند من عندك. اللهم اشف مرضاهم وارحم شهداءهم. اللهم صبر نساءهم وصبر امهاتهم. اللهم امددهم بقوه من عندك وامددهم بمدد من عندك. اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم شتت شموعهم وفرق كلمتهم. اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم. اللهم ارزقهم الهلع وارزقهم الخوف. اللهم ارزقهم الافلاس. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم لا ترفع لهم غايه ولا تحقق لهم غايه يا رب العالمين. ايها الافاضل لا تنسوا اخوانكم من الدعاء في كل سجده. اللهم لا تنسوا اخوانكم في سجودكم. اللهم عليك بالخوارج الذين افسدوا في الارض. اللهم عليك بهؤلاء الذين يسمون بداعش فانهم سفكوا الدماء. اللهم عليك بهم. اللهم سلط عليهم من هو اظلم منهم. اللهم ان سفك الدماء ليس من ديننا في شيء. اللهم ان سفك دماء الابرياء ولو كانوا كفارا لا يجوز لك ان تقتل الكافر في بلدك، فضلا على ان تقتل مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اللهم عليك بمن يريد فتنه المسلمين في كل بقعه. اللهم ارزقهم الفتنه في انفسهم، وارزقهم الفتنه في اهلهم، وارزقهم الفتنه في حياتهم. اللهم اجعل بلدنا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. انا تعمدت ان اتكلم عن هؤلاء خوفا على شبابنا، ولعلي اخصص خطبه لهذا الامر. كيف يكون حالك عندما تعود الى بيتك وطلب لك ترك لك ورقه مكتوبه يقول لك لقد ذهبت الى الجهاد مع هذه الطائفه التي ليست على طريق الجهاد؟ وهذا حصل. فلا نريد من شبابنا ان يتعرض لهؤلاء، ان يتعرض لهؤلاء والى فكرهم وهم منتشرون في الانترنت كالاخطبوط. لا بد وهذا واجب ان نحذر منهم. هناك من يعرفهم والشباب يعرفونهم، وهناك من لا يعرفهم. فنسأل الله تعالى ان يحفظ شبابنا وان يحفظ ابناءنا، ان يحفظهم من كل شر وان يحفظهم من كل فتنه يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.